إنهم إن تمكنوا وقدروا فلن يدعوا لأهل السنة وجوها، وهذه نتف من عقائدهم. ويأتي من يقف تحت راية السلفية اليوم ناعقا، لأنه ينبغي علينا أن ننظر في حزمة من الأحزان والأفراح والمصالح والمفاسد. هذا التمييع إنه حزب اللات، ولا يقاتل لله رب العالمين لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما يقاتل لتمكين الإمبراطورية الشيعية لدحر أهل السنة ولقضاء على السنة في كل سبيل وبكل قبيل. ولن تكون القنبلة النووية والسلاح النووي إذا تملكه الروافض يوما موجها إلى صدور الأعداء من الكفار والمشركين، وإنما سيكون موجها أول ما يتوجه إلى صدور أهل السنة، فليفرح بذلك الفارحون. يا للحسرة، لهذه الدرجة تضيع عقيدة الأمة ويعقد الولاء والبراء على حزب الشيطان؟ أين أنتم يا أهل العلم وطلابه؟ يا للحسرة.